ولمزيد من التوضيح والتفصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي. برحب بحضرتك أستاذ ناجي. في البداية يعني أهمية تشكيل هذه اللجنة من قبل برنامج أو مجلس أنواب ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة. أهلا بك يا ياسين وأهلا بكل السادة المشاهدين. يعني هو طبعا هذه اللجنة شكلت طبقا لخلال المجلس تشكل لجنة برئاسة أحد الوكيلين وعضوية رؤساء الأمناء الاثنين النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية والبعض المستقلين لكي تعد تقريرا يعرض على المجلس عن رده على بيان الحكومة. هذه اللجنة تم تشكيلها برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين وعضوية كل هؤلاء، وعقدت زي ما سيادتك ما قلت 11 اجتماع استمر بشكل يومي حتى يوم الجمعة، ما كانش فيه أجازة، 6 أيام متصلة. كان حجم العمل اليومي ما يكون من 12 ساعة سمعوا فيها إلى كل بيانات السادة الوزراء التي جاء ذكرهم في برنامج الحكومة، عرضوا رؤى تفصيلية لكل ما جاء في برنامج الحكومة وردوا على تصريحات الأعضاء، وكان هناك مساجلات بين الأعضاء وبين الوزراء ومناقشات عميقة جدا لدرجة أن أحد الوزراء قال ان يعني استغنى عن المشترين اللي كان ممكن يستعين بيهم في وجود تلك الخبرات العميقه التي تمثلها اعضاء مجلس النواب اعضاء هذه اللجنه. وبالتالي كان في هناك تكامل فعلا، وفي رؤى يعني عامه تهتم بمصلحه الوطن والمواطن تم يعني طرحها من النواب على الساده الوزراء وتم رد عليهم، وكانت مناقشات عميقه ومثمره. عظيم. هذه اللجنه طبعا هي تعد تقرير سوف يسلم لرئيس المجلس يوم الاربعاء بعد غدا، وبعد ذلك سوف يتم عرض هذا التقرير على الجلسه العامه يوم الاحد 21 يوليو المقبل لكي تناقش حوله اعضاء المجلس ومسؤول الاحزاب السياسيه والهيئات البرلمانيه، وبعد ذلك يكون اجراء الثقه بالتصويت مباشر على ساده الاعضاء. نعم. طيب يعني من عملك السياسي وخبرتك السياسية أستاذ ناجي، من وجهة نظرك ما السبيل الأمثل للتعامل مع مخرجات هذه يعني اللجنة وما ستقدمه في تقريرها من تقييمات لتلك البرامج للوزارات المختلفة؟ أنا أعتقد أن هذه اللجنة يعني هي أصبح لديها تقييم خاص أن بيان الحكومة بيان واقعي، وانه مرتبط بخطه زمنيه معقوله، وان الوزراء مشاركين في اعداد هذا البيان، وانهم قادرون على تنفيذ كل ما جاء بهذا البيان، وان الخطوط العريضه التي صدرها خطاب تكليف الرئيس السيسي للدكتور مدبولي سوف يتم تلبيتها على ارض الواقع منذ اليوم الاول بعد تصديق المجلس على هذه الحكومه. وبالتالي هذا بيان واقعي، بيان عد بعنايه، بيان يعني سوف يعني يهيئ المصير لحياه كريمه كما طالب الرئيس، وسوف يكون هناك تعامل مع الاسعار ومع الاسواق، وسوف يكون هناك ايضا يعني توطين الصناعه في مصر. السيد رئيس الوزراء قال 152 صناعه عالميه سيتم توطينها في مصر، وده هو توطين الصناعه للرئيس طالب فيه في برنامجه وتعميقها وكذلك تحديثها، وايضا من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي لكل ما يحتاجه المصريين، بحيث يعني يكون هناك ترشيد شديد للاستيراد وبالتالي تقليل الفاتوره الاستيراديه الدولاريه. يعني هو برنامج مبشر بان واقع مصر المقبل لن يكون مثل سلفه، وان معاناه المصريين سوف يعني تبدا في الانفراجه، وخاصه ان هناك تنفيذ فوري لما وعد به الرئيس الوزراء ان تنفيذها للتوجيه الرئاسي بان الاسبوع الثالث من شهر يوليو سوف تختفي خطه تحشيف الاحمال وسوف ينتهي انقطاع الكهرباء للابد. واليوم استلمنا 5 شحنات من الغاز المسال وتم اسالتهم في ميناء عين السخنه وفي عقبه لكي يتم تشغيل محطات الكهرباء لكي يعيش المصريون موسم صيف آمن في المستقبل إن شاء الله. يعني بالتأكيد احتياجات المصريين كثيرة، يعني حضرتك ذكرت طبعا توطين الصناعة دي شيء مهم جدا، وفكرة الاكتفاء الذاتي وعدم الاستيراد من الخارج أيضا، يعني حل مشكلة الكهرباء وتخفيف الأحمال، كل دي أشياء عظيمة الحقيقة. لكن أستاذ ناجي من وجهة نظرك أبرز الملفات التي توضع
كأولوية أمام الحكومة الجديدة ويجب أن تراعيها وتبدأ العمل عليها الآن وليس غدا؟ هو يعني بدأها الدكتور مصطفى مدبولي من خلال ذلك التنظيم الدقيق قمته، يعني عندما يعني شكل مجموعات وزارية في المجالات المختلفة. هذه المجموعات الوزارية سوف توصل مجالس وزارية ومجلس وزراء مصغر لكي تحل المشاكل لكل مجموعة، كل وزير في هذه المجموعة مشاكل وزارته ويتم طرحها لو في مشاكل على المجلس الوزراء الموسع. هذه المجموعات الوزارية هي نظام عمل حديث استحدثته هذه الحكومة، مثل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، المجموعة الوزارية للتنمية الاقتصادية بتبقى ترأسها رئيس مجلس الوزراء بنفسه، المجموعة الوزارية للطاقة. كل هذه المجموعات تجعل هناك تكامل بين الحكومة بين الوزراء وبعضهم البعض. ولكن أهم ما في هذه أهم ما في ملفات هذه الحكومة هو اللي أنا قلت، تخفيف معاناة الناس، توفير تغيير حياة الناس إلى الأفضل، ثم البدء على الفور في الاهتمام جعل الاهتمام بالصناعة والزراعة أولوية أولى، بحيث أنه فيه فرقعات جديدة من المئات الآلاف من الأفيال الرقعة الزراعية المصرية، يعني نهتم فيها بالإنتاج الصناعي بحيث نأكل من فأس فلاحنا ونلبس من صنع عمالنا. ثم تحديد الصناعة ده مسألة وتطورها وتعميقها وتوطينها في مصر، دي ملف على قدر كبير جدا من الأهمية، لأن هو ده اللي خلينا نحد من الاستيراد من الخارج، لأن احنا وفي نفس الوقت يجعل مصر تستطيع أن تصدر للخارج. ثم بعد ذلك يأتي ملف أن مصر تقوم بتصنيع ما تحتاجه من الدواء. السوق الدواء المصري كان له سمعة عالمية في الماضي، وكنا بنكاد أسواق عربية وإفريقية محتكرة الدواء المصري. عايزين نسألها تاني من خلال هذه الخطة الطموحة اللي حطها وزير الصحة وعرضها على اللجنة، من خلال تصنيع الدواء من خلال شركات حكومية وأيضا شركات القطاع الخاص. يعني الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة، الزراعة ثم الزراعة ثم الزراعة، ثم الاهتمام بالتعليم والصحة، دي أهم ملفات أراها هذه الحكومة، يعني بيشتغل عليها بكل جدية، وكان طرحها أمام اللجنة وأمام المجلس بكل جدية. الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، شكرا جزيلا لك.